القندريزي. كيفاش قلتي لي على العود اللي تخون؟ هذاك واحد السيد كان عندنا في زعير عنده واحد العود مليح دهم زيد، وهذا السيد كانت مرته سميتها رحمه بنت غنو. ايه هو مقدم ديال مولخي. اسيدي العود مليح عاش وعابد على العود يضرب على الفول والفارينه مبرع مبرع. هذاك الصبحيه تصبح العود ديالو مخيول. فرجوا جاو تواليهم مالي الخيل اللي كيركبوا معاه والعائله. العاود نبريو على العاود، ما نمشيو هنا نمشيو لها السواق قال لهم ما نبري ما والو العاود تخو الله يخلف لها عمر والو. اه ويسكت البد على ما فيه. هو سيدي الحق حشي الفول، حش الفول حصدوا زرع درسوا صاوبوا بداو يعمروا الموسم. قال لولاد ودي رانا عامر مول عبد الله، رانا معروض مول عبد الله غادي نمشي نتفرج. هز السماط ديالو بكري، كانوا هذوك السماطات يصاوبوا مع العيالات بحال الزرابي بالزوق، دار فيه الحوايج ديال السلهان ديال المسائل بحال الشاكوش بحال الشاكوش. مشى المولى عبد الله زيد بات اسيدي هذيك الليله على القهوه الغد الصباح فطر، مشى اسيدي طع راس المحرك بلاك كيتفرج كيقيس واش العود ديالو كاين في الموسم ولا لا. ما بانش ليه العود والو. اي العود برات عليه الارض برات عليه الارض زيد. جا اسيدي في العشيه مالي الخير ركبو طلع ثاني هو راس المحرك كيتفرج، بان ليه السيد كينصب في الخيل، قال هذاك هو العود ديالي. لقاه اي راكب عليه عرفو وتيقن منه وبالاخص ملي جابوا الهده. حنا كنقولوا ليه التسليمه مني بداو يسلموا سلموا مني يسلموا على الفراجه. على الفراجه هو في راس المحرك حتى العود تحيه العود ديالو وقف قدامه. ايه عرف العود ديالو بالمعقول عامل الهده عامل الهده كشي ولا قدامه في راس المحرك العود حتى العدو كيتفرج راس المحرك خلطت لقدامه. اي الناس اسيدي رجعوا نصبوا قرص مقدم لي راكب على العود ديالو. الراجل ما تحركش، ما قالش عاودي ولا قال مخيوليه ولا والو. ضرب بسقلة راجل حكيم حكيم بقى كيتفرج اسيدي حتى المغرب بداو مال الخيل كينزلوا. ملي هذاك المقدم قرص القرصة التالية وخرج من المحرق غادي الراجل تبعو، ربطوا الخيل قدام الوثاق. الراجل نزل اللي راكب على العود بدل الحوايج ديالو علفوا الخيل بركو بداو يشربوا فيه تاي. هو دار واحد الشد صفر حيت الشدوده اللي كيديروا الشرفه شرقاوه شايل ابو عبيد شايل ابو عبيد. وقف اسيدي قدام الخزانه قال لهم ضايف الله، قالوا لي مرحبا تفضل. دوز معاهم النهار دوز معاهم هذيك الليله تعشاو باس بات فطر بات في الفريق في الفريق. للصباح اسيدي مشى لراس المحرك تفرج لحق الغدا شافني يتغدى معاهم ثاني ثاني برك عدهم في هذاك الوثاق وما قال لهم لا عاودي لا والو والو والو. برك في هذاك الوثاق قال فالها البارود. برك اسيدي في هذاك الوثاق حتى كمل الموسم نهار الحد تغدى معاهم في العشيه كشي غادي يهدموا زيد. هو هز الحوايج ديالو جر معاه هذاك مول اللي كان راكب على العود عيط المقدم مول العود مقدم مول العود جرو الاتساع قال لي عرفتيني انا شكون انا من الشرقاوي انا رانا زعلي وانا رانا هو فلان العود اللي راك راكب عليه راه ديالي وراه مخيول ليا ورانا ما بغيتش نبهدلك في وسط دكاله هنا في مولاي عبد الله في مولاي عبد الله زيد. واليوم العود راه ديالي والله يعاونك. زاد بحاليته ما قال تخوليه خلى العود عد المقدم اركب في الكار وجا الكار جا شاف حاليته وسولوه مال المحل كي داير الموسم كي داير هذا ما بانش العود قال لي ما بان لي العود لا والو ما شت عود ما شت والو ما شت شر والو. داز اسيدي واحد الشهر ديال الايام كانوا بكري شي كاميونات ايسانس بيجو زيد. هذاك السيد اللي عنده العود دبر على كاميو هذاك البيجو خاض خنشه ديال السكر كان على الخيش ما كانش على الكراطون بحال دابا ديال الشمرتل ديال الشمرتل. وهز العوده سيدي وجا هو ومرته وبنته حتى عندهم الفوزير زعير زيد. نزل سيدي الراجل رحب بهم حطوا العود. الراجل شغ عيط على الرباع ديالو في الغلم شد لك الحوليه ذبح الحوليه وكل وشرب تعشاو هذيك الليله. هذا مول العود المخيون العود المخيون وكريم وكريم زيد. الغدا سيدي تغداو ولا بغاو يمشيو نقز مول العود اللي كان عدو العود وعاد جابو. قال لي انا عرفتي انا جيت عندك انا والمراه والبنت هاك البنت بقى قاعده بلا جواج بغيت نتناسب معاك على الشيء اللي درتي معايا بغيت نعطيك بنتي لولدك. سمعتها مرتو هذيك بنت غنو وهي تقطع هي والمرت السيد المول العود للجهه ديال الخيمه اللي فيها الرجاله زيد عند الراجل. قالت له واش شريف انا راه باقي عندي بنت إذا كانت عنسوبيه نعطيك بنتي ما ناخذوش بنتك حنا نعطيوكم نعطيوكم ما انتوماش تعطيونا. قالوا لي وعلاش؟ قالت لي مودي اللي عطيناك بنتنا غادا تولد عندكم بحال جدو جبركم خاونا نعود وقال لكم شرقاوي وستركم وجا وخلى لكم العود تا جدتوه.
راه خفنا ناخذوا بنتكم التومة وتولد لينا هنا في زعير اللي غادي لنا زله بحال هذه اللي راه التومة دابا. يا ودي عطير غيولي شفايفير بحالي. ايش تبارك الله على القندريس. الله يعطيك العزة ودي ابو عطير. الله يحفظك ويرعاك. اللي عطاه الله عقل. ما خلاه ما عطاه. والرجال تخالص في عقولها ودي ما عنده عقل مثقوب بحر سطن. تبارك الله على القندريس. الله يعطيك العزه ودي ابو عطيه. الله يحفظك ويرعاك. الله يحفظك ومرحبا بك في الزيادة ومرحبا بك عبد الحاج عبد السيد الحاج الشرقاوي.